مفاجأة ليلة أنغام الكبرى اللي كان كل الناس بيحاولوا إنها ما تبانش وما تظهرش، المفاجأة اللي عملت هستيريا عند الجماهير هنا في الرياض كانت الفنانة الكبيرة العظيمة أحلام. مساء الخير أحلام. مساء النور. مساء النور، أهلا فيك. أنا عايز أشكرك بالنيابة عن كل المحبين لأنغام على هذا التقدير مني. الله يخليك. حقيقة أنا يعني أنغام، أنا قلت على المسرح أنغام أول شيء أنا بحبها كأخت قبل ما تكون فنانة عظيمة وفنانة كلنا نفتخر فيها. ومصر مصر أعطتنا كثير، عشان كذا هي بنت مصر، فإحنا كلنا بندعمها وبندعمها بهذا الحب اللي نبغي نقول لها أنغام إحنا بنحبك قوي. سيبك من الفن والأداء العظيم والجمال والناس انبسطت جدا، ولكن الأخلاق والمحبة العظيمة الجميلة. يعني إحنا في الفن إحنا كلنا نكمل بعضنا، حلو نعمل تكاتف فني، حلو نعمل ملحمة فنية جميلة. اليوم أنا أطلع مع أنغام وأطلع مع نوال، أطلع مع أصالة، أطلع مع يعني نحن ترى كلنا فنانين. وأقول لك في فنان يكون عنده ثقة في نفسه، يعني فعلا ما عندي أي مشكلة أني أنا أجي أغني، لأنه أنا أعرف أنا من وأنغام من. وإحنا وأنا أصلا يعني بقول لك أنه أنغام وايد تعني لي فنيا، كثير تعني لي. وعلى مستوى الشخصي والإنساني أنا علاقتي بأنغام الآن يمكن أكثر من 20 سنة، وما زلنا نتواصل بالتلفون، محبتنا البعض. بالعكس أفتخر أني غنيت معها وأتشرف، وهذا كمان يضاف لمسيرتي. في يوم من الأيام أحلام طلعت وغنت مع أنغام وصلة غنائية في ليلة أنغام صوت مصر. أتشرف أتشرف والله، كلام الواحد يشعر به يعني أنه طالع من القلب. وكمان الميزة أن موسم الرياض إدى الفرصة للفورمات دي، أن بقى فيه حفلات فيها فنانين كتير مع بعض. حقيقة موسم الرياض وهيئة الترفيه، وأكيد على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، بقول لك أنه هو على السقف الفن كثير. يعني بدينا من 3 سنوات أو من 3 سنين موسم الرياض أو 4 سنين. اليوم نحن وين؟ اليوم كل فنانة لها مسرح ولها برستيجها ولها وضعها. بصراحة كمان بنش مارك كشركة كبيرة لها فضل كبير في ذلك. يعني شي تريت الفنانين، يعني مع الفنانين كالله على الجمهور، مع الفنانين كأنه يعني كأن كل واحد فينا واحد من أولاده. يعني أنا تعملت لي ليلة الماسية كانت من أروع الليالي. اليوم تعملت ليلة لأنغام وتعملت ليالي ثانية الفنانين، وطبعا الأستاذ الكبير هاني شنودة. أنا على فكرة كنت أتمنى أني أشارك في هذه الليلة. تخيل، مشاعر جميلة جدا. كنت أتمنى لأني أنا أعشقه، هو أعشقه يعني كموسيقي وك مع محمد منير وعمرو دياب. طبعا محمد منير ما عندكيش اي مشكله؟ يا ليه، هم بس لو قالوا لي كنت انا يعني انا كنت في لحظه عايزه البس واجي على المسرح. فعلا اساتذه الحفلات اللايف هم اللي استمتعوا بموسم الرياض، لانه الاداء اللي قدام الجمهور ده عايز قدرات خاصه جدا. طبعا اكيد اكيد اكيد. شفنا يعني ده سؤالي الاخير، طبعا تعبانه ومش عايز مش عايز اضايقك، انما شفنا ربنا يحبك. والله انا متشرفه اني معاك، وانا على فكره انا بحبك قوي. انا بحبك. انا عايزك تعرف اني بحبك قوي. والله انا بحبك وبتابعك وعادي احنا كلنا، حتى شوف احنا الاخوان في البيت بنزعل من بن بن بنزعل من بعض. بنزعل من ليه؟ لان احنا بنحب بعض. فلما إنسان أنت تحبه تزعل عليه. بس أنا بحبك. واليوم لما قال لي نايف إنه عايز يعمل معايا لقاء، قلت له يا سلام، ده شرف لي أنا أني أطلع أعمل معاه لقاء. ربنا يخليك. شفنا سعودي آيدل وشفنا برضو المواهب الجديدة، وشفنا إزاي أنت بتاخدي بإيدهم، مش بس أنت واقفة جنب أنغام الفنانة الكبيرة، كمان المطربة السعودية الجميلة اللي قدرت تعمل أداء جميل وأنت اللي طلعت وقفتي جنبها. هي مش محتاجاتنا أنغام مش محتاجة أن حد
يعني هي مثلا ما عملت ليله وحطت احلام حتغني وما ادري مين حيغني لا هي دي ليلتها. حتى انا رفضت حتى انه يكون لي اسم انه احلام بتشارك. انا هذا جست مني لانغام تقدير وتعبير مني انه قلت لها انا جيت اغني لاني عايزه اقول لك اني انا بحبك قوي. نفس الوقت وقفتي جنب الشباب بتوع سعودي ايدل. طبعا اكيد اكيد اكيد. ايه رايك في المواهب الجديده؟ رائعه رائعه. اليوم لما في اصوات يعني ما حد يعرف عنها وتطلع في قناه مثل ام بي سي يعني ام القنوات. ربنا يخليك. طبعا ام بي سي ام القنوات يعني ما راح ازاود على محبتي لام بي سي. ام بي سي رقم واحد في الوطن العربي، او اي عمل تبغى ينجح ينعرض على ام بي سي يكون ناجح. احلام بعد ما جت حفله انغام بتحلم تعمل ايه؟ انا عندي احلام كثيره تحققت. كنت احلم اني اغني على مسرح دولبي ثياتر في امريكا، المسرح اللي غنوا عليه، اللي اصلا يرفضون يغني عليه اي فنان. وطلعت وعملت حفله، كانت حفله عظيمه. كنت احلم اني اغني في كثير اماكن. انا عملت اسم لي، وانا مثل ما تقول انغام هي حاله خاصه. انا كمان بحس اني انا حاله خاصه في الفن، بحس اني انا انسانه عقلي ما يتوقف في مكان. انا عندي كثير طموح، عندي كثير اشياء عايزه اعملها. شوفك تمثلي مثلا. امثل انا ما اعرف، الا لو اعرف امثل كان اشياء كثير تغيرت في حياتي. مسرح غنائي، كل دي احلام. بفكر اعمل مسرح غنائي. من كم يوم اقول لهم اني عايزه اعمل مسرح غنائي لليلتي في موسم الرياض الجاي. كلنا حنبقى موجودين في الليله دي، وهذا اكسكلوسيف لإلك. ربنا يخليكي. وهو في فنانات كتير، بس حد بالاخلاق دي وبالكرم ده. شكرا شكرا. هي مش قضيه موهبه وفن قد ما هي الاخلاق والذوق، هي اللي بتخلي انسان ناجح وكبير في عينين الناس. كلمه اخيره تقوليها للمعجبين بتوعك والناس اللي بتحب فن. لا انا ابغي اوجه كلمه لجمهور انغام. سلام عليكم على دعمكم محبتكم لانغام. احنا انا وانتو جمهور انغام فخورين كثير في انغام. ميرسي ليكي وشكرا ليكي وشكرا، وسعيد ان انا كمان شكرا اشوفك تاني. شكرا. وهشوفك كتير بقى ان شاء الله. اكيد دائما مع بعض ان شاء الله. نشكر موسم الرياض ان خلانا يعني نشوف بعض تاني. بالعكس بالعكس، دائما 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 ان شاء الله نشوف بعض. واقول انساك عشان ارتاح، وعمال قلبي بيدافع، وحتى الصبر مش نافع، انا مش عارفه اعمل ايه. ويوم عن يوم جراحي تزيد، ويكبر شوقي جوايا، ما ترحمني بقى كفايا، تعبت خلاص من اللي انا فيه. طبعا في الرياض ان انت بتقابل فنانين جميله
ناس انت ما بتعرفش تشوفهم في مصر، او يعني يتقابلهم في طيارة، يتقابلهم في حفلة. النهاردة في حفلة أنغام روح جميلة، الناس اللي جاية علشان تحتفل مع أنغام. محمد حمائي، عمرو ازيك؟ انا عجبتني الدخلة. كل سنة وانت طيب. انا مبسوط اني معاك، ومبسوط اني دايما بشوفك، دايما ببقى مبسوط لما بشوفك. انا ببقى سعيد جدا، وحفلاتك في الرياض كلها ناجحة، والناس كلها هنا بتحبك، وسعداء جدا ان انت موجود في هذه الاحتفالية. كلمني عن أنغام. أنغام يعني لو هتكلم عنها هحتاج وقت كتير جدا. أنغام صاحبتي من زمان جدا، ويمكن مش عارف، مش كل الناس تعرف الحكاية دي. كنا جيران واحنا صغيرين، واحنا أطفال. دي معلومة جديدة دي. كنا جيران ساكنين في شارع واحد، وكنا واحنا صغيرين بنلعب مع بعض. بس طبعا أنغام بدأت غنى بدري قوي، يعني بدأت وهي صغيرة فعلا. أنا خدت شوية وقت بقى الطبيعي، اللي هو المشوار الطبيعي بتاع الناس، اللي هو خلصت مدرسة وجامعة وكده وبعدين غنيت. لكن أنغام من 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 أول ما عرفتها إنسانة جميلة، رقيقة جدا ورقية جدا. وده يمكن كل الناس بتتفق معايا عليه، يعني صوت حساس جدا. هنا بقى الجزء المهم بتاع الملحن والمطرب محمد حمائي. لا، أنغام صوت حساس، أنغام صوت بيحس قبل ما بيغني، ودي حقيقة أكتر حاجة أنا بحبها في الغنى. أنت عارف الغنى عمرو مدارس، في مدرسة التكنيك اللي هو التطريب والغنى اللي بإمكانيات قوي، وفي مدرسة الغنى بإحساس، وفي الاثنين. أنغام عندها الاثنين، يعني عندها تكنيك. أنا كنت مستني حد يقول لي الجمل دي. أنغام عندها الاثنين، عندها تكنيك رائع جدا جدا، قوي جدا، وعندها إحساس طاغي. يعني في ناس لما بتركز قوي في تفاصيل الغنى، وانه بيبقى مركز انه يقول عربه بيضغط على صوته فيبتدي يغيب الاحساس شويه. أنغام عندها حاجه غريبه جدا، مهما ضغطت على صوتها ومهما استخدمت تكنيك صعب وعنيف، الاحساس دايما حاضر. فلا، أنغام الحته الشمال. الحته اللي في الشمال. تقف فين عند أنغام؟ ايه الاغاني؟ مش اغاني بعينها، انما المراحل عندها عامله ازاي؟ أنغام كل مراحلها منطقية وطبيعية ومناسبة للمرحلة. يعني المرحلة الأولى الركن البعيد الهادي، مرحلة منطقية جدا لطفلة بتغني، أو يعني بنت صغيرة بتغني عن حب نايف، يعني اللي هو الحب البسيط اللي هو ما فيهوش عمق قوي. ده بعدين كل شوية، كل ما بتاخد خطوة، كل ما بتنضج هي كإنسانة، بتلاقي فنها ماشي معاها، بتلاقي غناها واختياراتها ماشية معاها. فالحقيقة ولما المزيكا تتغير وتروح على حتة بانشي شوية، وفي والموضة تتغير، وموضة المزيكا تبعد عن الجزء الكلاسيك شوية وتروح على حتة جروفي، تلاقيها حاضرة. أنغام فنانة ذكية جدا، حاسبة خطواتها طول الوقت، وده اللي مخليها موجودة بقوة طول الوقت. في ناس انا بسميهم جبابرة الحفلات، انت منهم. كلمني عن الفرق بين المطرب الشريط ومطرب الحفلة. مش عايز اسميها لايف يعني. مش عايز اسميها شريط وحفلة، لكن عايز اسميها مفهومك عن الانترتينمنت، انه انت فكرة حضورك على المسرح بيتطلب حاجات كتيرة قوي جنب الاغنية. يعني انت الناس في الالبوم بتسمع بودانها بس في الحفلة عينيها بتشوف. فبما ان الناس جت بودانها وعينيها، يبقى لازم عينيها تسمع وودانها تسمع وعينيها تشوف حاجه. لازم تغني حلو، مفيش فرصه تانية. طبعا ودانها تسمع حلو وعينيها تشوف حاجه مختلفه، لان هو جاي بكل حواسه يعني. فانا بحب فكره الشو، انك انت تبقى اغانيك على المسرح مختلفه، والاداء فيها مختلف شويه عن اللي بيسمعوه الناس في السي دي. فانا كنت من زمان ذاكرت الحكايه دي، والحمد لله وصلت الفورمولا كده، انك تقدر ازاي تطلع تبسط الناس فيجوال وتسمعهم حلو كمان. في الرياض عاملين فورمات جديده للحفله، يعني كان زمان مطرب يطلع يغني وخلاص، دلوقتي بقى فيه الميكس، وبقى فيه الدويت، وبقى فيه المفاجآت اللي على المسرح. شايف الموضوع ده ازاي؟ شايف الموضوع ده مواكب للعالم، يعني هي دي دلوقتي سمه المزيكا في العالم، الفيتشرينج. يعني المزيكا لو انت ركزت شويه دلوقتي يا عمرو، هتلاقي انه اغلب المغنيين العالميين نادرا ما تلاقي حد بيغني لوحده دلوقتي، هتلاقي فيتشرينج اثنين وثلاثه ساعات يغنوا مع بعض، وتلاقي كذا جونرا مع بعض، يعني البوب مع الراب مع خلاص. الناس
مش عايز اقول ملت، ولكن ده طبيعي ان كل فتره بيحصل حاله اشباع من نوع المزيكا اللي حاصل، فبيحتاجوا حاجه مختلفه، حاجه توسع افاق الناس ودان الناس يسمعوا حاجه مختلفه. فالرياض ماشي على التراك ده الحقيقه. مبقاش في حفله عاديه خلاص؟ لا، في طبعا حفلات عاديه، ولكن يبقى في ده وده. يعني انت ممكن يبقى في حفله جمهورك عايز يسمعك لوحدك، وفي حفله تانية جمهور مختلف عايز يشوف حاجه مختلفه، عايز يشوف حاجه جديده. ففكره الفيتشنج وان الناس تغني مع بعض ترند الحقيقه في العالم كله، والرياض خلاص يعني مش عايز اقول مواكبه، دي ابتدت تبقى سابقه كمان. والحقيقه شكر، كل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، انا بسميه راعي الفن العربي في السنين اللي فاتت الماضيه. وهيئه الترفيه الحقيقه عامله مجهود خرافي لامتاع الناس، الجمهور العربي كله. وشكل المسرح اتغير خالص. طبعا طبعا، ما هو التكنولوجي بتتطور قوي يا عمرو، وانت لازم تبقى فاهم ايه اللي المفروض تستخدمه وايه اللي المفروض تعمله، واستخدام صحيح مش استخدام خاطئ. انا عندي دايما الجمله دي بقولها، احنا عندنا مشكله في طريقه استخدامنا للتكنولوجي وطريقه استخدامنا لكل ما هو مستحدث في سواء كان في المزيكا او سواء كان في الجزء الفيجوال، انه انت محتاج تبقى عارف بالظبط ايه هو اتعمل ليه فتعمل بيه ايه. الحقيقه هنا الموضوع على التراك صح. يعني انت شغال على ايه دلوقتي؟ شغال على البوم للصيف ان شاء الله، ويعني يمكن حضرنا منه 3-4 اغاني، وهنكمل ان شاء الله بعد رمضان. رمضان اجازه انت عارف كله بينتخ، فان شاء الله بعد رمضان هنكمل شغله، وباذن الله على الصيف يكون في البوم جديد ان شاء الله. سؤالي الاخير واللي بساله لكل الناس اللي بشوفهم هنا، انت شايف المزيكا ازاي دلوقتي؟ شايف المزيكا شايف المزيكا في وضع طبيعي، انه دايما بيحصل كده. يعني دايما كل ايرا بيحصل تعمل شكل مزيكا وتبتدي الناس تحصل لها تشبع منه، فتبتدي تطلع حاجات تانية جديدة بتطور نفسها وبتكبر منها، الجيد يكمل واللي مش جيد الناس ما بتديلوش فرصة تاني. يعني بياخد كله بياخد فرصة في وقت كده. حصلت كتير، حصلت بعد وفاة الرائع عبد الحليم حافظ، حصل جاب ابتدت تحصل فيه شوية تجارب. التجارب دي في منها اللي نجح وتطور فكمل، وفي منها اللي ما نجحش او اللي الناس ما حبتوش ما كملش. بتحصل الحكايه دي وما فيش حاجه تخض، يعني الموضوع ما يخضش. المينستريم مكمل مينستريم، والسب بيطلع منه حاجات كويسه تكمل وتقلب ممكن مينستريم، وممكن تفضل نفسها طويل. انما كل اللي بيحصل في السين بتاع المزيكا انا شايفه صحي جدا، وفي الاخر هيؤدي لحاجه كويسه. احنا اصحاب مش كده؟ طبعا. انا بيبقى عندي مشكله اشكيلك وانت تحتويني. يلا. انا عرفت ان الزمالك اتغلب 2-0 فانا متضايق جدا. للاسف والله انا كنت قاعد بشجع في الاوضه، وفجاه عمرو في 5 دقايق الماتش اتقلب. يعني الشوط الاول كان الزمالك كويس جدا، وانا كان عندي امل بصراحه ان الاثنين يوصلوا المره دي، لانه انا حاسس ان في حاله من الهجوم على الكره المصريه، وانا محتاج ننطفت شويه. يعني محتاجين انت هتواسيني بكره. ما لو سان داونز اتغلب هتواسيني انت بكره. الاهلي كسب النهارده 4، بس ولا ليهم قيمه لو الهلال كسب بكره. هنقول لهم مبروك طبعا، بس عمرنا ما كنا بنتحط في الحته دي يا عمرو، ولا الاهلي ولا الزمالك. يعني كان في الجروب بتخش انت 3-4 ماتشات بتكون وصلت، ما بتحتاجش تكمل كل الماتشات. يعني ما انت عارف انا تابعتك من اول ما ابتديت وشفت ساعتين كمان. لا العفو، لا العفو، انا بقول تابعتك. لا حبيبي ثانك. انت من الناس اللي حطيت مجهود كبير جدا من بداياتك، فانا بحييك النهارده انك موجود في الحته دي. انا بشكرك جدا يا عمرو، والحقيقه انا مبسوط جدا النهارده ان انا موجود في احتفاليه انغام. انا كان ليا الفرصه والشرف ان انا لحنت لها اغنيه كانت غريبه شويه، لان انا حلمت باللحن. حلمت؟ والله اللحن ده النص الاولاني منه كله انا حلمت بيه، وصحيت من النوم جيت اغنيه لقيت صوتي مش طالع، صفرت كده وسجلته. وبعدين جالي امير طعيمه، فبقول له امير انا عملت حاجه مش عارف اذا كانت حلوه ولا لا، فقال لي طب سمعني، غنيته له قال لي ده حلو قوي، فكتب الجزء الاول وبعدين لحننا بقى الجزء الثاني السينيو، وفي الاخر كانت الاغنيه من نصيب انغام. ودي حاجه الحقيقه اسعدتني وشرفتني، مبسوط ان انا موجود النهارده معاها في الاحتفاليه العظيمه، تستاهلها، وانا بحس ان ده تكريم لينا كلنا الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب، وكل الناس اللي بيشوفونا طيبين بمناسبه رمضان، ويا رب ان شاء الله ايامنا كلها تكون سعيده. شكرا.
حمائي وعدد كبير من المطربين، ودي روح طيبة جدا بين الفنانين المصريين والعرب، ان احنا نجامل بعض، ان احنا نبقى واقفين جنب بعض، شيء جميل وشيء محترم، واحنا سعداء جدا. ارجوكم ابقوا معنا. واقول انساك عشان ارتاح، وعمال قلبي بيدافع، وحتى الصبر مش نافع، انا مش عارف اعمل ايه، ويوم عن يوم جراحي تزيد، ويكبر شوقي جوايا، ما ترحمني بقى كفايا، تعبت خلاص من الليل.